السلام عليكم، معكم سناء البوزاوي، مصممة الأزياء التقليدية المغربية، خريجة كوليج لاسال اي كونسلتانت راديو. اليوم غادي نتحدثوا على الإطالات ديال دنيا باتما اللي ظهرت بها مؤخرا وفي الفترة ديال الحمل كذلك، ونقشوا شوية الستيل اللي كيجي معها أكثر. بالنسبة للاتونو الأولى اللي كنشوفوا هي تونو كوب سيغين، وبالنسبة للكول هو من لي بريفيري ديال دنيا باتما بحكم أنني ديجا تعاملت معها وكنعرف لي كول اللي كتبغي، هذا سيتان كول ديجاجي ولا كول باتو. جمع القوام ديالها لحقاش هي تبارك الله الى اون بيل تاي، وجمعها كنقدروا نهضروا على الناس اللي يتفادوا هذا لو ستيل، هذا الناس اللي شويه عامرين، السيده اللي شويه قصيره من الاحسن تيفيتي هذا لو ستيل. مي بارابور لدنيا باتما زاتو داك كي كنقولوا داك لا كاب من اللور ديالو جا فريمون هائل كي كنقولوا. هاد القفتان الثاني اللي كنشوفوا هو غوب كافتان نورمالمون، ماشي قفتان 100%. من نهار ملي تخرجت من كوليج لاسال وانا كنخدم مع بزاف ديال لي ستار، وهاد النوع من يعني من القصات كيعجبهم لحقاش كيكونوا فيهم اليز سور سين ولا في جلسات تصوير. غير السيده المغربيه خاصها تعرف ان هاد النوع من القصات ما كيواتيش اي مورفولوجي، جونغ السيده اللي هي مانس تقدر تلبسو وتقدر كاريمون دير مع ان سيرسو، يعني بحال داك لو جوبون اللي كتلبسو لا فام باش كيولي عنده لو فوليوم. سينو لا فام اللي كتكون عامره شويه من الاحسن سواء الا بغات تلبس هاد لو جونغ يكون لو نومبر ديال لو تول، حيت كنخدمو بزاف ديال التول كيكون فريمون بارفوا 9 متر 12 متر كاع باش يعطي داك لو فوليوم. من الاحسن تخدم ب 6 حتى 3 متر في لو تول وما ديرش لو جوبون معاه باش ما تجيش عامره من الفوق ومن تحت يجي داك لو فوليوم بزاف ما غاديش يعطي منظر مزيون. باغ كونطخ لا فام لي بحال لا تاي ديال دنيا باتما ال بو لو ميتر زعما فريمون اليز. بالنسبه لهاد لا تونو الثالثه هي تونو كي كنقولوا حنا ملكيه وحداريه، وسورتو كنشوفوها في الاعراس بزاف. دنيا باتما كانت كتلقى بزاف الانتقادات من ناحيه هذا النوع ديال يعني القفاطين اللي كيكونوا شارجي وفيهم لي بيرل، مي كنقول دو مومون كو كيواتيها علاش الواحد ييفيتي. هي كتبغي تكون عروسه في اي يعني احتفاليه وفي اي يعني عندها اي مناسبه كتبغي تكون عروسه ديال 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 المكان، يعني علاش لا دو مومون كو كيواتيها. يعني في اشاك فوا كتلبس اي يعني قفطان قليل اللي كيقول هذا القفطان فريمون ما كيخسلش على اثنين انه ما جاهش زوين. يقدر هذا لو جونغ ديال شارجي كاين اللي ما كيستحملوش ولا كيجيه بزاف، مي هي فاش كتكون في مناسبه اللي غادي تستحق انه يكون داك الحجر ولا كثره الخدمه، يعني بوكوا با. بالنسبه للقطعه اللي كنشوفوها دابا هي قطعه من الفلوغ، والفلوغ هو تيسو نوبل، والسيدات المغربيات كاملين كيعرفوا القيمه ديال هذا الثوب. غير هو دنيا باتما كتطلع لينا وهي تبارك الله في لا بيريود ديال الحمل ديالها، جاها مزيان دو مومون كو هي مانس، مي انا ما كنصح به حتى شي سيده سورتو تكون عامره ولا تكون حامله يعني تقول تقلد دنيا باتما في هذه القضيه هذه، نو. لحقاش دنيا باتما على باز هي مانس، يعني فاش واخا حامله بالعكس عطاتها واحد الجاذبيه، عطاتها واحد الانوثه، يعني احساس الامومه، هادشي هاد الكلمات كاملين. مي بالنسبه للمراه عامره شويه ولا حامله سي با لا بين دير لو فلور كاريمون، من الاحسن دير دي تروك مولان اللي طايحين ولا دير ساتان دو سوا ولا شي حاجه اللي هي فريمون كتكون طايحه. مي لو فلور من الاحسن السيده حتى لمشي هي وسيده عامره ديروا بقصه، ماشي سيغان بحال اللي كنشوفوا، مي بقصه مخزنيه كي كنقولوا، ويجيها يكون طايح وتاخذ الفلور اللي هو رقيق، حيت كاين هو رقيق المتوسط يعني العامر. وبالنسبه للي سانتور بالنسبه للمراه الحامل من الافضل ما ديروش يعني تخدموا على شكل قفطان ماشي تكشير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.